ونصل معكم إلى فقرة التواصل الاجتماعي التي تنقلها الزميلة نوف البرشدي. جولة سريعة في مواقع التواصل الاجتماعي، نبدأها بتغريدة من حساب الشارقة للأخبار. عام الخير يتخطى الحدود ليكون بلسم شفاء. أطباء الإمارات يتطوعون ب 800 ساعة لخدمة الفقراء في القرى التنزانية. وفي تغريدة تالية من الشارقة من الشارقة 24، بتكلفة 65 مليون طرق الشارقة تباشر بتطوير شارع الجامعة. ننتقل إلى موقع التواصل الاجتماعي الإنستغرام، وفيه اخترنا لكم من حساب مطار الشارقة الدولي: تدعوكم هيئة المطار لحضور مهرجان الشارقة الدولي 18 للجواد العربي، وذلك من 2 حتى 4 من مارس. مشاهدينا ومستمعينا، هذا كل ما لدينا لفقرة اليوم، وبقي أن نذكركم بمشاركتنا أخباركم وصوركم بإرسالها عبر مواقع التواصل الخاصة بنا كما هي ظاهرة أمامكم. والآن عودة للزميل إبراهيم لنتابع بقية أخبارنا.